نروح لرمضان. أنا بحب الكلام على أي حاجة يجي فيها سيرة الشهر الكريم، لأنه نفحاته كده بتهل علينا بشكل كبير. والموسم الدرامي الرمضاني المصري هي صناعة كبيرة جدا. الصناعة دي دلوقتي موجودة في المصنع بتاع الدراما. كل صناع الدراما الآن، يعني كل المسلسلات اللي هكلم حضراتكم عليها سواء أنا أو السادة زملائي هنا في التاسعة، كلهم الحقيقة موجودين في المصنع، كلهم بيصوروا الكواليس والكاميرات والممثلين وطاقم التقني المصورين والمونتاج، كله الحقيقة شغال بشكل كبير جدا علشان المائدة الرمضانية الدرامية تكون جاهزة لحضراتكم. الموسم الدرامي الرمضاني الحقيقة بيشهد عودة قوية جدا من عدد من النجوم، وبعد غياب لسنوات، يعني مش عايزة أقول طويلة، ولكن لسنوات. وطبعا بيتصدر أسماء كبير، منهم النجم الكبير العظيم يحيى الفخراني بمسلسل عتبات البهجة. والحقيقة الاسم نفسه هو الحد بهجة، وإحنا يعني يحيى الفخراني وجوده في شهر رمضان في حد ذاته بهجة بالنسبة لنا. الناس الحقيقة متفاعلة جدا ومبسوطة مع خبر عودة يحيى الفخراني، وطبعا تاريخ طويل وقيمة كبيرة جدا للنجم الكبير اللي هنستمتع بيه في رمضان. بعد غياب كمان 3 سنين كاملة يعود النجم والفنان أحمد زاهر بمسلسل لعبة الأفوكاتو. فطبعا أحمد زاهر مش عارفة هيعمل إيه بقى، أكيد هيبقى عنده تفاصيل كتيرة. كنا بنتابعه في البرنس، وكان حقيقة متصدر البطولة، وكان عامل أجواء شديدة، وكان الشارع المصري كله الحقيقة بيتابعه، وكان ليه جمهور كبير. كمان النجم مصطفى شعبان بيعود بمسلسل المعلم، وانا شايفه ان المعلم نزل وشفنا يعني كده، شفت لقطات كده بحر بقى ومراكب واجواء كده، يعني يمكن تكون شكلها مختلف وجديده على مصطفى شعبان، وهيبقى فيها يعني الحقيقه يمكن هتتشدوا للاعمال، وده اختلاف الاعمال. عوده كمان الى شاشه المتحده مسلسل صيد العقارب، وعوده الفنانه غاده عبد الرازق الى شاشة مسلسلات رمضان. وهيبقى أيضا إحنا متعودين على غادة عبد الرازق بصراع بقى وقصة وحكايات كتيرة مختلفة. نروح للنجم كمان أكرم حسني اللي بيعود لدراما رمضان بمسلسل بابا جه. فأنا متخيلة بابا جه هنضحك بقى وهيعمل حاجات لطيفة طبعا أكرم حسني. لكن تعالوا بقى نروح في تفاصيل، يعني تفاصيل ناخد وندي ونشوف بورصة النجوم هيحصل فيها إيه، والموضوعات الناقدة الفنية تطلعنا. دعاء حلمي، مساء الخير يا دعاء. مساء الفل، ازي حضرتك يا استاذه شفقي؟ مساء الفل. وبدا العد التنازلي، وزي ما قلت مصنع الدراما شغال الان. ده حقيقي ومصنع عيد الحب كمان، انتوا كل سنه وانتوا طيبين. وانتوا طيبين طبعا. فكان موسم سينمائي برضو لطيف جدا. والله احنا في حاله توهج حقيقي مبهجه ومشرفه، يعني سواء على مستوى السينما او على مستوى الدراما. طيب أنا عايزة أسألك أول سؤال يا دعاء، يعني عندنا عدد من النجوم بيعودوا إلى شاشة الدراما، عندنا تنوع كبير، أنت وقفتي فين عند التنوع؟ موضوعات مختلفة. الموضوعات كمان زي ما حضرتك قلتي، فكرة التنوع، فكرة كمان عودة النجوم زي ما حضرتك قلتي، هاني رمزي راجع، داليا البحيري، يحيى الفخراني، عندك غادة عبد الرازق، ففي عودة كده تحس ان الدراما اخيرا بنروح للدراما العرضية، اللي هي فكرة ان كل لعيب بينزل يلعب في منطقة مختلفة، فده حلو وعامل فعلا مغذي للعين. فلا انا شايفة ان الشاشة فيها مائدة رمضانية مبهجة ولطيفة جدا على مستوى الكوميديا، عودة للكوميديا بشكل كبير، سواء أكرم حسني أو شيكو اللي راجع كمان بعد غياب. احنا بقالنا كتير جدا ما شفناش شيكو. أيوة. صحيح كان بيعمل المسلسل اللعبة على أجزاء، بس الفكرة هنا أنت شايفاه بشكل مختلف، وهو وكريم محمود عبد العزيز كمان إن هو يعمل دراما. الشيء اللطيف كمان إن عندك مسلسلات ال 15 حلقة، أنت عندك لا يقل عن 6 مسلسلات، وده رقم كبير. نجمة كبيرة زي نيلي كريم ان هي تعمل مسلسل 15 حلقة في موسم رمضان، انها وافقت او ان هي بتاخد التجربة بشكل مختلف. فراولة كمان. فراولة بالظبط، وفتاة شعبية. بنشوف الفنان يحيى الفخراني ان هو يوافق برضو يعمل 15 حلقة. ان نشوف ريهام حجاج بتعمل شعبي. فواضح ان كله عايز يغير من جلده. صحيح، في ناس كتير مغيرة، يعني مثلا مصطفى شعبان طالع معلم بعد بقى مدرس وحاجات، طالع معلم.
كمان صحيح. يعني عندنا ياسر جلال طالع في اجواء تشبه الف ليله وليله، يعني في صحيح. تغيير كبير يعني بيعود صحيح. خالد النبوي للشكل الاجتماعي امبراطوريه ميم. بالظبط، عندنا بيتر ميمي اول مره الاقيه مؤلف في بيت الرفاعي الامير كراره. طبعا. ففي عمليه تبادل وتوافيق كده لطيفه، باهر دويدار باكثر من عمل، فلا يعني في كده واضح ان شادين حيلنا يعني السنه دي وكله نازل المنافسه بشكل قوي. يا رب الكواليتي يبقى هو فعلا العامل يعني. وبعدين كمان عندنا مسلسل مسار اجباري اللي هو عمر النور النبوي وعمر عصام، شبابي قوي ومحتاجين شباب جدا. طبعا استغربت انه ده ينزل في رمضان يعني طبعًا. لا في روح مغامره كده ومجازفه في فيلم في مسلسل علشان كمان الجمهور متنوع يعني، كمان يعني العدد المتابع للجمهور انت عارفه مصر طاقتها شبابية أصلا، فأنت لو التعداد هتلاقي يعني التعداد الشباب في مصر، هي مصر عشان كده بلد شابة زي ما بيقولوا، فأنت لازم تروحي للشباب بأعمال برضو تعجبهم ويبقوا حاسين إن هم ليهم وجود على الشاشة يعني. بالظبط، مسلسل اسمه مليحة بيناقش القضية الفلسطينية، وده قرار جريء طبعًا. من الشركة المتحدة إن هم طبعًا. نروح لقضية لسه يعني ما لسه انتهتش موجودة وشغالة طبعًا. وسخنة جدا، فبالتالي التناول هيبقى عامل ازاي. ف طبعا لا الحقيقه بحاجه فعلا حقيقه مشرفه جدا ان انت تروحي المنطقه زي الحشاشين، ان انت طبعا ترصدي تاريخيا الجماعه الارهابيه دي، طب تاريخها كان عامل ازاي، صحيح. الفكاه جدرها كان فين. فلا يعني انا فخوره حقيقي هو بص يا دعاء احنا بالمستوى. شكلنا هنقعد نذاكر كتير لان مسلسلات كتير وهنتناقش كتير معاكي، ولما هيبدا الموسم الرمضاني هتبدا بقى ايه الموضوعات تطلع ويبدا النقاش الحقيقي على المحتوى وإيه الرسالة والمشاهد وإيه أحلى مشهد وإيه أحلى دور ومين اللي مؤثر. فأعتقد يعني إن إحنا إن شاء الله هنستمتع بكل ده وهنذاكر كتير قوي يعني. صحيح. أكيد. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقدة الفنية دعاء حلمي على كل هذه التفاصيل.